يقال أنه من لم يزر جبل المائدة لم يزر كيب تاون، هذه المدينة السياحية بجنوب إفريقيا. فتجد السياح الذين أتوا من مختلف دول العالم يشكلون تلك الطوابير الطويلة لأخذ التليفريك على ارتفاع 1085 متر. للوصول إلى هذا المعلم السياحي الذي يعد من عجائب الدنيا السبع الطبيعية التي تجمع بين المغامرة والمناظر الطبيعية، فما يميز هذا الجبل أن قمته مسطحة مثل شكل الطاولة، لذا سمي بجبل المائدة. أهلا، أنا تاليتا من البرازيل، وهذه أول زيارة لي لجنوب إفريقيا. طبيعة المكان مذهلة، أدعو الجميع لزيارتها. هذا المكان جميل جدا. قمت بزيارة 49 بلدا عبر العالم وقد أعجبني هذا المكان لأنه رائع جدا. حلوة قوي، وإحنا هنا في أعلى قمة في أفريقيا في الجبال، وهي بلد حلوة وصيف جدا، كيب تاون. المنظر من فوق الجبل مبهر، كيف لا وأنت تشاهد مدينة كيب تاون بأكملها، فتستمتع بما تزخر به من جبال وشواطئ، فتجد الكل يأخذ صورة تذكارية ترسخ ذكرى تواجده في هذا المعلم السياحي. Table Mountain is so cool. It's the seven wonders of our country. جبل المائدة هو جد رائع، هو من بين عجائب الدنيا السبع. كيب تاون من أجمل الأماكن للزيارة. يمكنك مشاهدة كيب تاون من هنا وأخذ الصور الجميلة. Lots of other cool pictures that you can like take from it. Is that okay? جيت على ساوث أفريقيا من حوالي أسبوع. قعدت 3 أيام في جوهانسبرغ. مدينة لطيفة بس مش أمان قوي. جيت على كيب تاون بقالي 3 أيام، حلوة كتير. رحت كيب بوينت، نيو ديستنيشن، حبينا نغير بدل يوروب وكده، وزي ما انتوا شايفين it's really safe really nice place to visit. اختلفت مناطقها السياحية باختلاف ميزة وتركيبة كل منطقة، إلا أنها اشتركت في جمال مناظرها لتكون مدينة سياحية بامتياز. من عجائب الدنيا السبعة، جبل المائدة، كيب تاون، سلاف دعماش، لتلفزيون النهار.